تصور يدها وترسل هذه الصورة إلى زميلاتها، أو ربما تضع هذه الصورة كحالة عرض لها في جوالها أو في جهازها، وهذا بوابة ولا شك إلى ما هو أعظم، لأنه من حيث الحكم الشرعي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة، فلا يجوز لها أن تخرج شيئا من جسدها لمن هو ليس بمحرم لها، حتى إن المحرم المرأة تكشف له ما جرت العادة بكشفه، ليس كحال الزوج مع زوجته. وأنا أقول إن المرأة إذا صورت يدها في هذا اليوم ستصور لا محالة، الشيطان يفتح أبوابه، وربما وقع من بعضهن أنها تصور قدمها أو تصور شعر رأسها، وربما صورت وأظهرت وجهها ثم تنفتح الأبواب. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث النواس قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ما هو هذا المثل؟ هو الصراط المستقيم. ثم قال: وفي جنبة الصراط سوران، وفي هذين السورين أبواب مفتحة عليها ستور مرخى. وداع عند باب الصراط يقول: يا أيها الناس ادخلوا في هذا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط يقول: لا تفتح، إياك أن تفتحه، يقول: لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج، لأن الشر أول ما يدخل في الإنسان يدخل صغيرا، ثم بعد ذلك تنفتح عليه أبواب الشرور الأخرى. فإذا أراد أن يتخلص من هذه الشرور ما استطاع أن يعود مرة أخرى إلى حالته الأولى. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصراط، قال: الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، وتلك الأبواب التي عليها ستور مرخاة هي محارم الله، وذلك الذي يدعو عند باب الصراط هو كتاب الله الذي يقول لا تعوجوا، والذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فتنبهي يا أختي، إن انفتح الباب انفتح، وأنت محاسبة أمام رب العالمين، فإن فتنت غيرك وقعت في الإثم المضاعف فيما يخصك أنت وفيما يخص غيرك.